يعني. يعني يا باشمهندس كام؟ لا فندم بقول لحضرتك احنا الحد الادنى اللي حضرتك قلته احنا نعمله. لا عشان احنا مع القطاع الخاص بنبقى حريصين قوي. ايوه فندم. ان يعني بنبقى بنتشاور مع بعضنا عشان تمام. كل منشأة ليها ظروفها يعني. لكن اكيد انتوا ليكوا تصور مش كده يا دكتور؟ لكن قول لي كلمه لو انتوا انا يعني ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. احنا مش نرفع بس الحد، احنا نرفع كل 300 جنيه حتى لو هو معدي الحد الادنى فكله هيترفع 300 جنيه. كويس كويس. وفي بعض القطاعات السؤال اللي حضرتك قلت صح جدا ان كل منشأة حسب ظروفها، لكن في بعض القطاعات بنقول بتفضل زي ما هي اللي فيها عماله كتيره وعايزين ننمي مناطق، لكن اغلب القطاعات على فكره يا فندم وفي ظل الظروف هي زودت. انا بس بتكلم بالنيابه عن زملائي، الناس زودت لان حاسين بالغلاء، لكن طالما اشتغلنا واحنا بنحييكم على الزياده. الله يخليك يا فندم، تسلم.